وخلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة، أكدت الدكتورة بسمة الصفار استشارية صحة عامة ورئيسة مجموعة التمنيع بوزارة الصحة، أكدت أهمية تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا لما يوفره من حماية للفرد وحصانة للمجتمع. بدأت منذ الأمس حملة التطعيم للفئة العمرية من 5 إلى 11 عاما بلقاح فايزر بايونتك في مركز البحرين الوطني للقاحات بمجمع سترة، ولوحظ إقبال كبير من المواطنين والمقيمين لإعطاء أبنائهم اللقاح لتأمين الحماية لهم ضد الإصابة بالفيروس ومضاعفاته. وهذا إنما يعكس الوعي بأهمية تلقي اللقاحات، حيث أن هذه الفئة تبقى معرضة لخطر الإصابة ما لم يتم حمايتهم باللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19، حيث تم تجربة هذا اللقاح في المراحل المختلفة من التجارب السريرية وأثبت الفاعلية والمأمونية أيضا على أن يعطى في جرعتين بفارق 21 يوما. كما تم التصريح سابقا للقاح سينوفارم من عمر 3 أعوام فما فوق، وبالتالي يوجد الآن خياران لأولياء الأمور لاختيار نوع اللقاحات، وبالتالي تتوفر الآن اللقاحات تحت التصريح الطارئ من عمر 3 سنوات فما فوق لحماية جميع الفئات والسيطرة على الجائحة. وهنا نؤكد على أهمية أخذ اللقاح على مستوى الفردي لتأمين الحماية لمتوقي اللقاح ذاته، وكذلك لحماية الآخرين من خطر انتقال العدوى في ظل وجود متحورات جديدة من الفيروس وازدياد عدد الإصابات.